اليوم باشرت مديرية الأمن العام حملتها المرورية الشتوية للتأكيد من صلاحية المركبات للمسير الآمن خلال فصل الشتاء. هذه الحملة امتداداً لحملة نصل آمنين للحد من حوادث السير، والهدف للحفاظ على أرواح المواطنين ومستخدمي الطريق وتوفير بيئة مرورية آمنة. للمزيد وللحديث أكثر عن الحملة ينضم لنا عبر الهاتف النقيب عدي أبو صهيون من قسم سير شمال عمان في مديرية الأمن العام. عدي بيك، يسعد صباحك وأهلا وسهلا فيك في راديو هلا. شكراً، يسعد صباحك، يسعد صباح أخوان المواطنين اللي بيسمعونا على راديو هلا. عدي بيك، يعني اليوم الحملة ابتدأت، لمتى سوف تستمر؟ ونحكي أكثر عن الهدف منها في الوقت الحالي. شكراً، يعني الحملة زي ما بعرف أخوان المواطنين اللي سامعين الآن، الحملة هاي دورية سنوية. نعم، بلش من ضمن أول بداية الشتاء، خلينا نقول من شهر 20 الأول، مدة شهر، شهر نص، شهرين. الهدف من الحملة هاي إنه إحنا بندقق على الجاهزية الفنية للمركبات. مدة صلاحية إنه المركبة صلاحيتها للمسير على الطلقات خلال فصل الشتاء. إنه ليش هاي الحملة؟ الحملة هاي ضمن إنه نحافظ أولاً وأخيراً، والهدف الرئيسي لها نحافظ على أرواح المواطنين مستخدمين الطرق، وإنه يوصل آمن للوجه اللي هو قاصده. نعم، يعني عدي بيك، يعني ماذا يتم الكشف بالمركبة خلال هذه الحملة؟ إيش الأشياء اللي بتشيكوا عليها؟ زي ما حكيت لك ستي، إحنا بنبلش إنه الجاهزية الفنية للمركبة تضمن أكثر من موضوع. أولها الإطارات، تمام، التعمية زي ما بنحكي الكوشف، صلاحيتها. أيضا ماسحات الزجاج بالإضافة للبخاخات، الأنوار الأمامية اللي تشمل أكثر من الإضاءة، الغمازات بالإضافة للأنوار الخلفية، الستوب بالإضافة للريفيرس، بالإضافة لطفايات الحريق، ضروري جدا طفايات الحريق، وأيضا وجود عاكسة، مثلث العاكسة. هاي من الأشياء الأساسية اللي لازم تكون نعم بالسير. صحيح، نعم صحيح، بالإضافة أيضا الزجاج الأمامي، الزجاج الخلفي. طب عدي بيك سؤال، في راح يكون في مخالفات على المركبات في هاي الفترة مثلا اللي مش ضمن يعني الكشف بهاي المركبة؟ إذا طلع مثلا لا والله الواحد ما عنده أضوية أمامية، الخلفية مش ضابطة، غيرهم، يعني رح تسجل مخالفات فيها؟ إحنا بمعنى مخالف مش مخالف، هو إشعار، يعني في حال عدم وجود خلل فني، وجود خلل فني مثلا ضوء أمامي، ضوء خلفي، مستحات، رح يتم إعطاء إشعار لمدة أسبوع، وليس مخالف إشعار لمدة أسبوع اللي هي ليكون تصويب الخلل. تمام، خلال الاسبوع بعد ما بيصوب الخلل الموجود براجع اداره السير، راح يكون في كل اداره السير بالاضافه لاقسام، راح يكون مندوبين من اداره الترخيص بالاضافه من اداره الصيانه، راح يتم الكشف على المركبه. بعد ما يتم الكشف على المركبه وتصويب الخلل، راح يتم ازاله المخالف بالكامل، الاشعار بالكامل، سحب رخص ما فيه، فقط اشعار. عدي بيك، من خلالك بنوجه تحية لكل نشامة الأمن العام ومديرية الأمن العام وكل فرد ينتمي لمديرية الأمن العام، ودائما يعطيكم ألف عافية على كافة الجهود اللي أنتم بتبذلوها، مش بس فقط بفصل الشتاء ولكن على مدار العام كله. فالله يقويك ويعطيكم ألف ألف عافية، كل الشكر لإلك. العفو ستي، وإحنا جاهزين على مدار 24 ساعة، جاهزين لأخوان المواطنين. وأنا واجه تحية لأخوان المواطنين، وأيضا بتمنى منهم، أنا بتمنى منهم أنه يجروا الصيانة حفاظا على سلامتهم، يعني ضروري فصل الشتاء أنه يجروا الصيانة أكيد حفاظا على سلامتهم، وأنه ما يكون فيه إعاقات ونحد من حوادث السير. صحيح، لكم مني كل الشكر. كل الشكر لإلك النقيب عدي أبو صهيون من قسم سير شمال عمان في مديرية الأمن العام.